بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة مدرسة 16 نهج روسيا بتونس ترحب بجميع الأولياء الكرام، ونحاول من خلال هذا الفيديو تبسيط للأولياء عملية المشاركة في خدمات الإرساليات القصيرة. لذلك أول مرحلة نقوم بها هي الولوج إلى موقع كما ترون هنا الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية، وهذا هو العنوان، نكتبه في شريط العنوان www.ent.cnte.tn. إذن هذا الفضاء هام أن ندخل إليه ونطلع على آخر المستجدات فيما يخص كل المدارس الابتدائية والفضاءات الرقمية لهذه المدارس في كامل أنحاء الجمهورية. هنا في أسفل أجد جميع الولايات والمدارس المشاركة في منظومة الفضاء الرقمي، ونحن نتبع بالطبيعة تونس واحد. إذن أبحث عن تونس واحد كما ترون هنا وأنقر على الرابط. إذن تحصلت على الرابط لهنا، أنقر عليه. إذن أذهب الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بولاية تونس واحد، سنجد القائمة هنا في الأسفل، مدرستنا 16 نهج روسيا. إذن هنا الرابط المرتبة الأولى، أنقر على الرابط الذي سيأخذنا مباشرة إلى فضاء الرقمي للمدرسة. به للمشاركة كل ولي يجب أن يدخل إلى فضائه الخاص، واللي هو هنا رابط من خلال فضاء الأولياء بالاسم واللقب وكلمة العبور الذي يتسلهما هما من الإدارة. والولي الذي لم يتحصل بعد على كلمة العبور يمكن أن يتصل بالإدارة أو بالبريد الإلكتروني الخاص بي، سأبعث له بالمعطيات المناسبة لذلك. مدام أحلام @gmail.com. سندخل إذا هنا الفضاء الولي باسم تلميذ مثلا ياسين، لقب لحبيبي، وسأدخل هنا كلمة العبور وكلمة السر، ثم أنقر الدخول أو أضغط على زر الدخول في لوحة المفاتيح Entrée. إذن هنا كما تشاهدون سنجد أنفسنا في حساب التلميذ ياسين. إذن أنا أول مرة أقوم بالولوج إلى الموقع، إذن سأتحصل على هذه النجاة أول مرة فقط. هنا الولي يمكن له أن يغير كلمة السر، سأعيد كلمة السر ثم أنقر موافق ثم كلمة السر مرة أخرى. وأنقر موافق عفوا. التالي الآن يمكن وضع البريد الإلكتروني أو مش مهم. إذن هام جدا حساب ياسين الحبيبي الآن جاهز الانتهاء. إذن هنا نجد أنفسنا أمام فضاء الولي الخاص بالتلميذ ياسين الحبيبي. هنا هنا على اليمين مجموعة من الروابط، وهنا نلاحظ في الخانة خدمة الإرساليات القصيرة. إذن هنا سأنقر على تسجيل جديد. هنا إذن عرض الخدمة الإرساليات القصيرة نطلع عليها. إذن 600 مليم ل 25 إرسالية، ويمكن التسجيل في ذلك. إذن أنقر على سجل. هنا فقط ملاحظة، يجب كتابة اسم التلميذ بالفرنسية و أو ماجيسكو فرنسي ماجيسكو. دونك ياسين إذن هنا خالد الحبيبي، ياسين الحبيبي، الخالد هو الأب، ياسين التلميذ. به أنقر على سجل. إذن التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للتمتع بخدماتنا يجب بعث الإرسالية القصيرة التالية. إذن هذه الإرسالية يجب كتابتها في الهاتف الجوال وبعثها على الرقم التالي فقط. في الإبان تأتيك إرسالية أخرى تجيبك أن وقع تسجيل ابنك بنجاح، وشكرا على التعاون والتفاهم. إلى اللقاء، مع تحيات إدارة مدرسة 16 نهج روسيا.